اختتمت فعاليات ملتقى السفن الدورية البحرية في الشرق الأوسط 2016، والذي انعقد بمملكة البحرين بتنظيم من سلاح البحرية الملكية البحرينية وبمشاركة قادة أسلحة البحرية وخبراء الأمن البحري ومنظمات إقليمية ودولية. وشهد اليوم الختامي للملتقى عدة محاضرات تناولت سبل حماية الأمن البحري في الخليج العربي والمنطقة ودور المؤسسات المدنية والعسكرية بمجال الأمن البحري. يوم ختامي شهدت أعماله محاور الملتقى الرئيسة هذه المرة من منظور المدنيين، حيث ناقش اليوم الختامي دور المؤسسات العسكرية والمدنية في التغلب على تحديات الأمن البحري وسبل التعاون بين المنظمات المدنية والعسكرية في مجال الأمن البحري. أود أن أشكر سعادة الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني على استضافته لهذه المؤتمر العالمي حقيقة، وأخذ البحرين بدورها موقعها في سلم إقامة المؤتمرات البحرية، واللي تهم جميع الجهات حقيقة. البحرين كلها جزيرة، فمجتمعنا ذي الجزر يحتم علينا أن احنا نقيم هذه المؤتمرات وننظر في كل ما هو مهم في قضايا الأمن البحري. كما تطرق اليوم الختامي لمناقشة التحديات التي تواجه الأمن البحري في مياه الخليج العربي وكيفية مواجهتها، والتهديدات البيئية لمياه المنطقة، والتحديات التي تواجهها التجارة الدولية. لما نتكلم عن البيئة البحرية نتكلم عن الأمن البحري، عنصر مهم. نتكلم عن حرية الملاحة وهذا شيء مهم للتجارة. نتكلم عن أمن السفن وأمن البضائع ونقل البضائع وكذا، وهذه أشياء كلها مهمة للقطاع الاقتصادي ولسيادات الدول والعاملين في النشاط البحري إن كانوا في الموانئ أو إن كانوا على السفن أو كذا. مشاركة واسعة ضمت أكثر من 20 دولة حول العالم شهدها الملتقى في دورته الخامسة، تم التركيز خلاله على سبل حماية الأمن البحري في الخليج العربي والمنطقة. وها هو ملتقى سفن الدورية البحرية في الشرق الأوسط 2016 يسدل الستار على أعماله لتكون نهاية بداية مميزة تقود ركبها البحرين، لإتاحة الفرصة المماثلة لصناع القرار في الشرق الأوسط بل والعالم للخروج بحلول مناسبة تعزز التعاون في مجال الأمن البحري في ظل التحديات العاتية التي تشهدها المنطقة. عمار العماري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.